مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الحماس، وصلنا إلى السؤال الأخير من الجولة الثانية، وبعده للأسف راح يطلع واحد من اللعبة صاحب أقل رصيد. السؤال راح يكون بقيمة 1750 ريال سعودي. عبد الله واضح إنك متوتر، واضح، لا تتوتر عبد الله، ترى أنت الآن متصدر، لا تشيل هم. إذن الاحتمالات هي الجنبية، السيف، البندقية. السؤال وش هو؟ شو السؤال؟ أكثر شيء يستخدمه أهل الجنوب في العرضة الجنوبية. ها يا أهل جزان، يلا يا أهل جزان، هلا هلا شد حيلك. أكثر شيء يستخدمه أهل الجنوب في العرضة الجنوبية، فكروا. أظنها سهلة على حمود. عبد الله الأمين كلها صح ترى. أهل الجنوب يستخدمون الجنبية، يستخدمون السيف، يستخدمون البندقية، يعني كلها صح، لكن فكر. إذا جاء الوقت إن المشتركين الآن يرفعون الإجابات. مشتركين الكرام ارفعوا إجاباتكم. حمود الصميلي قال الجنبية، وعبد الله الأمين قال الجنبية، وحسين النغيص من مكة قالت الجنبية. في خطورة في الموضوع، بس حمود أحس إنك واثق. واثق يا حمود؟ بإذن الله. حنا سألنا أهلنا بالسعودية، وأعلى نسبة تصويت هي الجنبية. كفو. وش دقيقة حسينة، أشوف وش الحركة اللي قبل شوي سويتيها حسينة. حلو حلو الحركة، أشوف كأنك إنه في واحد أنت تعاندينه قدامك، صح؟ سويها مرة ثانية، سويها مرة ثانية، بس مرة ثانية، مرة أخيرة. لا تستاهلون. إذا ألف مبروك لحمود الصميلي من جزان 5700، وعبد الله الأمين من القطيف 6000، وحسينة النغيس من مكة 5500. ولكن هنا في الموضوع خليني أقول لكم شيء، للأسف حسينة النغيس أنت أقل رصيد، وحنا في هذه الجولة أقل رصيد راح يغادرنا، وأنا ما ودي إنك تطلعين، ولكن ودي إن عبد الله الأمين وحمود الصميلي نودع حسينة النغيس ونقول لها فمان الله نورتينا في أسر السعودية. باي.